السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من قناة سهيل يقرأها على حضراتكم مختار الفقي، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يؤكد إصرار اليابانيين على التخلص من كابوس الميليشيا الإرهابية ومشروع إيران التخريبي. أمنية مأرب ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه إقلاق الأمن والاستقرار وإرهاب الآمنين. أستهل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم. قال رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي إن اليمن بحاجة إلى دفعة كبيرة من المجتمع الدولي لاستعادة الأمن والاستقرار، مؤكدا إصرار الشعب اليمني على التخلص من كابوس الميليشيات الإرهابية ومشروعها التخريبي المدعوم من إيران. وأوضح العليمي خلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن أن الميليشيات الحوثية ليست مشروعا للسلام في اليمن، على ضوء محطات من التجارب الطويلة معها منذ انتقلت بل انقلبت على التوافق الوطني في سبتمبر 2014 بدعم من الحرس الثوري الإيراني. وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى الانتهاكات الحوثية الجسيمة في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتخادمها مع المنظمات الإرهابية، بما فيهم متهمون بتفجير البارجة الأمريكية بو إس إس كول. ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم لمجلس القيادة والتحول إلى التدخلات الاقتصادية والإنمائية المستدامة وضخ الأموال والتعهدات المعتمدة للمنظمات والوكالات الإغاثية عبر البنك المركزي اليمني. حذرت الحكومة من خطورة مساعي ميليشيات الحوثي وإيران لكسر الكثير من الآليات والبروتوكولات الأمنية المتبعة في مكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك آلية التفتيش على الأسلحة الإيرانية المهربة إلى الحوثيين. آلية التفتيش على الأسلحة الإيرانية المهربة للحوثيين قد تكون ضمن الآليات الكثيرة المتبعة في مكافحة الإرهاب، والتي تعرضت للكسر الإيراني الحوثي بشكل مستمر وخطير جدا. وأكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في مقابلة تلفزيونية لقناة الحرة أن ما يحدث الآن هو خطير ويهدد بكسر كثير من الآليات بما فيها آلية التفتيش على الأسلحة. يأتي التأكيد الحكومي في ظل حديث الميليشيا الحوثية عن عبور مباشر للسفن إلى موانئ الحديدة من دون احتجاز أو تأخير، وهو ما يعني عدم توقيف السفن للتفتيش الذي يأخذ ساعات ويؤخر من دخول السفن التجارية حتى استكمال إجراءات التدقيق في حمولاتها. وفي حال إلغاء آلية التفتيش سيمثل ذلك كسرا للحظر الدولي على الأسلحة الإيرانية المهربة للحوثيين، ما ينذر بإطالة أمد الحرب في اليمن وتعميق الأزمة الإنسانية المتفاقمة، الأمر الذي سينعكس سلبا على جهود إحلال السلام، فكلما تدفقت أسلحة إيرانية أكثر ابتعد الحوثيون عن السلام مسافات أطول. ولا تزال مواقف السلام تصطدم بتعنت ميليشاوي حوثي متزايد، تعمل طهران على رفع سقف شروط الحوثية للحد الذي يستحيل معه الوصول إلى تسوية سياسية ممكنة ومنصفة. وحتى الآن لم يصدر عن الحوثيين أي استجابة فعلية وملتزمة تجاه جهود إحياء الهدنة التي ما زالت تراوح مكانها بين التعثر وانخفاض مستوى الأمل من تحققها على المدى المنظور. أكدت اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة مأرب أن القوات المسلحة والأمن ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه إقلاق الأمن والاستقرار وإرهاب الآمنين، وستقوم بواجبها الوطني في تأمين المسافرين وحماية الوطن والمواطن وفقا للدستور والقانون. جاء ذلك خلال اجتماع لها يوم أمس لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة في ظل التطورات الميدانية واستمرار تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية.
وتمنت اللجنة بل ثمنت اللجنة الأمنية والعسكرية مواقف أبناء المحافظة وكل الأحرار المقيمين فيها ووقوفهم الدائم مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة في إفشال مخططات الفوضى والتخريب وكشف الخلايا الإرهابية المتربصة بأمن واستقرار المحافظة. ونوهت اللجنة بالتضحيات والبطولات النادرة التي يقترحها أبطال القوات المسلحة والأمن معهم رجال المقاومة الشعبية والقبائل وكل المخلصين والشرفاء في معركة التصدي لتنظيم جماعة الحوثي الإرهابية والدفاع عن الجمهورية وحفظ الأمن والاستقرار وتعزيز السكينة العامة في محافظة مارب القلعة الحصينة للدولة والشرعية. قال رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن الصغير حمود بن عزيز إن الإمامة تحاول أن تطل برأسها من جديد بدعم إيراني فارسي وتريد أن تعيد عجلة التاريخ إلى الوراء، لكن هيهات لها ذلك. ذلك في كلمته أمام الحفل الخطابي والفني الذي نظمته حركة أحفاد القردع بمدينة مارب احتفاء بالذكرى 75 لثورة الدستور ضد سلطة الإمامة الكهنوتية بقيادة الثائر البطل الشهيد علي ناصر القردعي. وأكد بن عزيز أنه قد أصبح في قلب كل واحد من أبناء اليمن الثائر البطل علي ناصر القردعي، مشيرا إلى أن الشهيد عندما توجه إلى حزيز في انتظار وصول الطاغية يحيى حميد الدين كان يحمل هو ورفاقه طموحات شعب يرفض العبودية وحكم الكهنوت، فكانت الرصاصة التي وجهت إلى صدر الطاغية هي الشرارة الأولى لقيام ثورة 48. وجدد رئيس هيئة الأركان التأكيد على أن الجيش الوطني والشرفاء الأحرار من أبناء الشعب اليمني ماضون في تحقيق أهداف الثورة. من جهته أشار رئيس حركة أحفاد القردعي الشيخ صادق القردعي إلى أن شجاعة وبطولة شيخ الشهداء الثائر الحر علي ناصر القردعي الذي أشعلت رصاصته ثورة الدستور قد جسدت لأبنائه وأحفاده وللأجيال من بعده صورة ناصعة لأبجديات النضال ومعنى الكفاح وتحدي الصعاب مهما كانت من أجل تحقيق الأهداف السامية والنصر على مشاريع الظلام والتخلف والعبودية. شهد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز حفل تخرج الدفعة 9 تأهيل ضباط بالمنطقة العسكرية 7، وهنا رئيس الأركان الخريجين بنجاحهم وتخرجهم بكل كفاءة واقتدار، كما هنأهم بالذكرى 75 لثورة الدستور التي فجرها اليمنيون ضد سلطة الظلم والكهنوت بقيادة الثائر البطل الشيخ علي ناصر القردعي. وأشاد رئيس الأركان بما أظهره الخريجون من مهارات قتالية عالية، وقال مخاطبا للخريجين: أنتم أيها الأبطال تقاتلون دفاعا عن الجمهورية والهوية اليمنية ودفاعا عن الإنسانية ضد مشروع إرهابي يسعى لإبادة البشرية. وأكد أن النصر سيكون حليف مشروع الحياة والحرية ضد مشروع الموت والدمار والعنصرية الذي سبق وأن شح على يد أو سحق على يد أحرار اليمن من قبل. حسب خطة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة والخطة المنبثقة منها للمنطقة العسكرية 7، تقوم بعض وحدات رمزية من المنطقة العسكرية 7 بمشروع ضرب نار حي في هذا الأثناء، طبعا يعني استعدادا بإذن الله تعالى يعني للمعركة. فيعني التدريب والتأهيل هو من أجل النجاح في المعركة القادمة بإذن الله تعالى. طبعا كان الأداء يعني أداء جيد بالنسبة للوحدات المشاركة، يشكروا على هذا الأداء، وتشكر أيضا قيادة المنطقة العسكرية 7 على متابعة التدريب، فالتدريب يعني النجاح بإذن الله تعالى. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تنفيذا لتعليمات وزير معالي الأخ معالي وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان لاستمرار التدريب والتأهيل للقوات المسلحة
المنطقة العسكرية السابعة مستمرة في التدريب والتأهيل وإعداد الفرد والضابط المقاتل لكي يتمكن من دحر الانقلاب وإعادة الحكومة الشرعية. وهذه الدورات، هذه الدورة اليوم هو مشروع تخرج ضرب نار للدورة التاسعة ومن قبلها دورات، فهذه الدورات مستمرة بإذن الله حتى نؤهل ضباطنا وأفرادنا ونعد الفرد والضابط المقاتل لكي نحقق الهدف الأسمى والهدف الرسمي للقوات المسلحة، وهو دحر الانقلاب وإعادة الحكومة الشرعية. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله. وفي مركز طارق بن زياد للتدريب القتالي التقى مراسل قناة سهيل الزميل عبد الإله البوري بالفريق الركن صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة، الذي أكد أن هذا التخرج يتزامن مع الذكرى 75 لثورة 48 الدستورية. داخل مركز طارق بن زياد للتدريب القتالي في المنطقة العسكرية السابعة، حيث تبذل الجهود الكبيرة لإعداد المقاتلين ولتأهيل الضباط. سأكون مع الفريق الركن الصغير حمود بن عزيز رئيس هيئة الأركان قائد العمليات المشتركة. تحية لك فندم الفريق الركن الصغير بن عزيز ولكل الأبطال في ميدان التدريب وفي ميادين القتال، وتزامنا مع الذكرى 75 لثورة 48 الدستورية، نسمع منكم عن الاستعداد وعن الإعداد في ميادين التدريب. رحم الله الشهيد الحر البطل علي ناصر القردعي، وهذه الذكرى ذكرى غالية على كل الأحرار الذين يريدون الحرية والكرامة للشعب اليمني. هذا الثائر الحر هو من أشعل فتيل الثورة والجمهورية في 48 في مثل هذا اليوم. نحن اليوم نحضر تنفيذ مشروع ضرب نار بالذخيرة الحية في المنطقة العسكرية السابعة بمناسبة هذه الذكرى. هذه الذكرى غالية على قلوبنا جميعا وعلى كل أحرار اليمن. شكرا للأبطال الذي نفذوا هذا المشروع وكان أداءهم جيد جدا، وكذلك الشكر أيضا لقيادتنا السياسية على ما تبذله من جهد ومتابعة هيئة التدريب والتأهيل، فالتدريب والتأهيل هو أساس النجاح في المعركة. أيضا الشكر لقيادة المنطقة العسكرية السابعة ولهيئة التدريب على الأداء الجيد وعلى متابعة التدريب، وشكرا للجميع. والشكر لك ولقائد المنطقة العسكرية السابعة ولكل القادة الأبطال. تستمر الجهود الكبيرة لإعداد المقاتلين على أسس وطنية ومهنية. من مركز طارق بن زياد في المنطقة العسكرية السابعة، عبد الإله البوري، سهيل. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن مستقبل أكثر من 8 ملايين طفل يمني معرض للخطر بسبب استمرار الصراع في البلاد التي تشهد حربا منذ أكثر من 8 سنوات. وأوضحت المنظمة في بيان على تويتر أن الصراع أعاق حصول أكثر من 8 ملايين طفل في اليمن على التعليم، مما يعرض مستقبلهم للخطر. وأكدت المنظمة أن التعليم حق لكل طفل وأولوية لليونيسف. قالت مصادر محلية في العاصمة المختطفة صنعاء إن ميليشيات الحوثي بدأت منذ أسابيع افتعال أزمة غاز جديدة في صنعاء لإنعاش السوق السوداء التي تجاوز سعر الأسطوانة فيها 10,000 ريال يمني. وأوضحت المصادر أن الميليشيا الحوثية كانت تبيع للأسر أسطوانة واحدة بالشهر عبر عقال الحارات، لكن الكثير من الأسر الآن لا تحصل عليها منذ شهرين وتضطر لشرائها من السوق السوداء في ظل وضع معيشي سيء. وتأتي أزمة الغاز الجديدة في صنعاء في ظل استمرار تدفق الغاز إلى مناطق سيطرة الميليشيا من مأرب وعبر سفن الوقود التي تصل إلى موانئ الحديدة بدون عوائق. وتمنع ميليشيات الحوثي بيع الغاز المنزلي للمواطنين من قبل التجار أو محطات التعبئة، وتحتكر بيعها عبر عقال الحارات الذين بدورهم يمارسون احتيالا آخر على المواطنين في منعهم من حصصهم وبيعها في السوق السوداء.
قالت بعثة الأمم المتحدة أونمها إنها أجرت زيارة ميدانية لتقييم الأوضاع في مديريات محافظات الحديدة الجنوبية. وأوضحت البعثة في بيان صحفي أن قيادة البعثة زارت خط المواجهة بغية رصد وتقييم الوضع والاستماع إلى الناس والمجتمعات على الأرض المعرضة حياتهم وسبل عيشهم لخطر بالصراع. ودعت أونمها ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين لتسهيل وصول البعثة إلى جانبي خط المواجهة وفق الأولوية المناطة للبعثة من قبل مجلس الأمن الدولي. وصلت الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى محافظة عدن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والمخصصة لتشغيل محطات الكهرباء في أنحاء اليمن. دعم إنساني وتنموي مستمر تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة للشعب اليمني منذ سنوات. هنا في عدن كانت المدينة على موعد جديد من مواعيد الدعم التنموي بأصول الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية لتشغيل محطات الكهرباء في كافة المحافظات المحررة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. ندشن المنحة الثالثة لوجود محطات الكهرباء، شكرا للبرنامج السعودي للتنمية والإعمار. الدعم المتواصل يجعل من الاستقرار في الطاقة وفي عدن وغيرها من محافظات المحررة، وبالتالي نحن نكرر ونقول دائما أنهم شركائنا في الحرب، هم شركائنا في التنمية، الرجال الصادقة، التحالف الاستراتيجي مع مملكة الحزم والعزم، ونحن معا نمضي ومعا أيضا يأخذون بأيدينا لكي نقف وتستقر البلد من أفضل لأفضل. شكرا لهم، شكرا للأيدي البيضاء التي تمتد لإنقاذنا ومساعدتنا. الدفعة الجديدة التي تأتي بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان، وكان في استقبال هذه الدفعة محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، حيث يهدف هذا الدعم النفطي إلى المساهمة في تحسين أداء القطاعات الخدمية في اليمن بكافة المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية، ومساعدة الحكومة على التغلب على مشكلة نقص الوقود وشحة الإمكانيات المادية في ظل الاستهدافات الحوثية للمنشآت النفطية وتوقف صادرات بلادنا من النفط، حيث أسهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وكذلك أسهمت في تحسين قطاع الخدمات وتحسين المعيشة للمواطنين ورفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء. 40,000 طن متري من الديزل و 30,000 طن متري من المازوت إجمالي الكميات التي وصلت اليوم ضمن الدفعة الثالثة من المشتقات النفطية السعودية المخصصة لتشغيل قرابة 70 محطة كهربائية في المحافظات المحررة، وبما يضمن وصول الكهرباء لقرابة نحو 9 مليون مواطن، في تأكيد جديد على مدى عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين اليمن والسعودية. أمت الرحمن العفوري لقناة سهيل الفضائية عدن. قال مدير عام مكتب مياه الريف بمحافظة المهرة يوسف محيسن إن السلطة المحلية مستمرة في دعم مشاريع المياه على مستوى المحافظات لتخفيف معاناة السكان خاصة في المناطق النائية. أشار محيسن إلى أن المشروع الذي تم افتتاحه مؤخرا في منطقة عيقوم بمديرية حات سيغطي احتياج مئات الأسر التي كانت تعاني من صعوبة الحصول على مياه الشرب خلال الفترة الماضية. وثمن محيسن الجهود التي تبذلها السلطة المحلية في معالجة الصعوبات التي تواجه مكتب الريف وفروعه بالمديريات وتمويلها المتواصل للمشاريع والآبار الارتوازية. مشاهدينا، نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس مجلس القيادة يؤكد إصرار اليابانيين على التخلص من كابوس الميليشيا الإرهابية ومشروع إيران التخريبي. أمنية مأرب ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه
إقلاق الأمن والاستقرار وإرهاب الآمنين. في ختام النشرة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.